السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم: تعرف على طرق تصنيع الأخشاب من الأشجار الضخمة بالتكنولوجيا الحديثة. تستخدم التكنولوجيا الحديثة في العديد من الصناعات الكبيرة حول العالم، وفي هذا الفيديو نشاهد طرق تصنيع الأخشاب من الأشجار الضخمة باستخدام الآلات والمعدات التكنولوجية. أنواع الأشجار التي يصنع منها الخشب. العديد من الأشجار تصنع من الأخشاب، منها شجرة البلوط وشجرة السنديان وشجرة المورينجا وشجرة السدر وشجرة الصنوبر وشجرة الأرز وشجرة الصفصاف وشجرة الكين وشجرة الجوز. مرحلة قطع الأشجار الضخمة: في هذه المرحلة يتم استخدام العديد من أنواع المناشير الكبيرة القوية لقطع الأشجار الضخمة، منها المنشار الجنزيري، يستخدم لعملية قطع الأشجار وتجهيزها لعملية تصنيع الأخشاب. والمنشار عادة ما يعمل بالبنزين، ومنه ما يعمل بالكهرباء. المنشار الثابت يقوم بقطع الأشجار بعد مرورها عليه عن طريق ذراع حمال تقوم بتوجيهها عليه. المنشار العلوي يكون في الأعلى وتحمله آلة متوسطة الحجم ويوجه نحو الأشجار، وبه ذراع كبير وأسفله ثلاث آلات نشر صغيرة الحجم، ويقوم بقطع الأشجار الضخمة بدرجات منها من الأعلى. مرحلة تقطيع ونشر الأشجار: يتم قطع أو نشر الخشب قطعا عرضي أو عمودي على ألياف الخشب، ويكون شكل القطع دائري، ويتم القطع مع ألياف الخشب، ويكون شكل القطع مستطيل. كما يمكن قطع الخشب بواسطة مخرطة تحوله إلى شرائح رقيقة بين 1 مم و 4 مم، وذلك بغرض صناعة قشرة الخشب. مرحلة التسوية والتهذيب: يمر الخشب الخام في مصنع التسوية خلال آلات كشط بشفرات حادة، وهي تقوم بصقل وتنعيم الألواح الخشبية وتكسبها شكلها النهائي كما نراه عند تاجير الأخشاب. ثم تنقل هذه الألواح بعد ذلك إلى مناشير التهذيب، والتي تتخلص من أجزاء الخشب الضعيفة والعقد الخبيثة والمناطق الضعيفة، كما أنها تقوم بقطع ألواح الخشب لأطوال قياسية تكون هذه الأطوال مقاسة بالقدم، وهو ما يساوي 30.5 سنتيمتر تقريبا. وبعد هذه المرحلة يسمى الخشب خشبا منشور. مرحلة الفرز والتصنيف، وهي تعد مرحلة مستقلة وهامة ويقوم بها خبراء متخصصون، حيث تمر ألواح الخشب المنشور على الشريط المتحرك ليتم فحصها من قبل فنيين وخبراء التصنيف، حيث يقومون بفحص وتصنيف كل لوح بعناية بحيث يكون لوح الخشب مطابقا تماما للمواصفات والتي تختلف من دولة لأخرى. تصنيع الخشب وتجهيزه: بعد عملية تقطيع الخشب وتجهيزه ورصه وترك مسافات بين الألواح للسماح للهواء بالحركة بين الألواح وتجفيفها، يقاس خشب الصناعة الخام قبل التجفيف، ثم يورد ويباع بعد التجفيف. هذا الأمر يترتب عليه نقص محدود في سماكة الخشب، إن سمك الخشب عند شرائه سيكون أقل قليلاً من السمك الحقيقي، وهذا أمر طبيعي نظراً لتجفيف الخشب وانكماشه. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.